السلام عليكم ورحمة الله. يحار كثير من شبابنا فيما يقرأ، والمطابع تدفع كل يوم بمئات الكتب. هل يقرأ في كل شيء أو يقرأ في شيء معين؟ ما الواجب؟ ما نصاب الاعتدال في هذا الأمر؟ في ظني أن من المهم أن يخصص الإنسان 25% من وقته للثقافة الشرعية، فنحن قوم نحتاج إلى معرفة بديننا وبعباداتنا وبواجباتنا وفروضنا وبالمنهيات والمحظورات، و25% من أوقات قراءتنا للثقافة العامة. يقرأ في أي علم، يقرأ في جريدة، في مجلة. أما 50% الباقية فينبغي أن تكون للتركيز في تخصص معين، في تخصص معين. نحن المهم ليس فقط أن نقرأ، ولكن المهم أن نبدع. والإبداع هو أن ينتقل الإنسان من قارئ مستهلك للمعرفة إلى منتج للمعرفة، يعني هو يقدم المعرفة للآخرين، تماما كما هو شأن الباحثين وشأن الكتاب وشأن المفكرين، الذين لا يكتفون فقط بأن يتعلموا، ولكن في مرحلة تالية يصبحون معلمين، ينتجون المعرفة ويطورون المعرفة ويهذبون المعرفة ويصقلون المعرفة. وهذه قضية في غاية الأهمية. أعرف كثيرا من الناس الذين يقرؤون بنهم، لكنهم لا يركزون في أي علم ولا في أي فن، والنتيجة تنظر إليهم فلا تجد لديهم محاكمة عقلية جيدة، ولا تجد لديهم وعيا بالواقع، ولا تجد لديهم فهما لكيفية معالجة المشكلات الموجودة. نصف الوقت يكون مركزا في علم معين، وربعه في الثقافة الشرعية، وربعه الثاني في الثقافة العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.